وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن أخطر سحر خاص بالقدمين. السحر ده ما يبدأش مفعوله إلا لما الشخص يخطي، اللي هو بين قوسين السحر المرشوش. الإنسان لما بيتخطى سحر مرشوش بتظهر عليه بعض الأعراض: ألم في القدمين، سخونة في القدمين، برودة في القدمين، نبض القلب ينزل في الساقين. كل الكلام ده بيدل على ان انت تخطيت سحر مرشوش. ايضا في كدمات تظهر في الساقين او في القدمين، كدمات دي ممكن تكون بني او زرقاء. ثقل شديد في القدمين وانت ماشي، حاسس ان رجلك فيها زلط، فيها طوب، بتشيل طوب وانت ماشي، كأن مربوط فيها طوب. بعض الاحلام ممكن تأتيك، وهذه الاحلام تدل على السحر المرشوش، والأحلام بتتكرر عليك. ممكن تسمع أصوات أو تخيلات في المنام، ده غير الحقيقة، ممكن ده يحصل. ولما تيجي كمان تمشي في الحقيقة تحس إن رجلك بتغوص في الأرض، ده إحساس مش أكتر من كده. السحر اللي عنده الشخص اللي عنده سحر مرشوش ممكن يصاب بالفشل في كل شيء، وده اساسا شغل السحر. ممكن الشخص اللي هو مصاب بالسحر المرشوش يبدا المكان اللي هو قاعد فيه دائما يشم فيه رائحه كريهه، وده في البيت او في العمل او في اي مكان. يبدا الشخص ده بعد ما كان نشيط يبدا فيه خمول وكسل وكسره نوم وغير مبرر. كل الكلام ده بيدل على ان في سحر مرشوش. طب نعمل ايه؟ نذهب الى معالج. وبالمناسبة في علاج للسحر المرشوش موجود على القناة، ابحثوا عنه هتلاقوه ان شاء الله. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.